أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف عليه رحمة الله ونفعنا بعلمه في الدارين وأخرج أبو نعيم في الدلائل صفحة بقل يسدد يلباتنات وأخرج أبو النعيم في الدلائل من طريق الواقدي عن إسحاق بن حباب عن يحيى بن يعلى قال قال علي بن أبي طالب يري يوما وهو السقي وعلي يذكر شيخي الأنصار أنصار يوفضلهم فضل قوضا يوسابقتهم سابقذي أي لهايين يعني هرانتي عمل كي وناكسنا يبدنتي ذاتك وقبضيين خيرك ثم قال علي وحير إنه شاني ليس بمؤمن مؤمن معها من لا يحب الأنصار قف كان أنصار جعلان مؤمن معها حديث بدنا كسور صحيحين ويعرف أما ويعرف لهم أن أقرن حقوقهم حقوق ضد أنصار حقوق ضد قف كان قرن إن جعلان مؤمن معها هم أنصاري والله من كدرتي ربوا الإسلام إسلام كوي ربيين أو إسلام كوي كوريين كما يربى سيد لو كوريو الفلوب فرس كير رشاها سيد فرس كير الفلوب وفرس كير رشا سيد لو كوريو أي إسلام كو كوريين محي كوريين إسلام في غنائهم حولها ذي كوريين بأسيافهم سفيا شوضا يهوب كوضي إسلام كوريين وطول ألسنتهم إيا فساحة ذي إيا أشعار ذي إيا قبايا ذي بكوريين إيا وسخاء أنفسهم نفط ذا السخينيم ذي بكوريين مركات لنكستا إيا وحكستا إسلام كوريين لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها يخرج كي أبحى في المواسم حج ككل كلي سقوي ما دو فيدعو القبائل قبائل كو يرجري ما أحد قف مجر من الناس ذاتك كم ذها ويستجيب له النبي أجيب جري ويقبل منه كان أقبل جري دعاءه دعوة ديسة فقد كان النبي وحوها يأتي القبائل كي قبائل كو يمادة بمجنة ماشى مجنة لا يرى هذا وامل مجاعد يا وعكاد عكاد يثنى وامل كلا السوق كلا للسوق من جري مجيعي يا وبمنا يا منا حتى يستقبل القبائل إلى قبائل كان النبي قابله وتجو سنة كتمنا وقابله يعود إليهم وكنا قنقون جري النبي عليه السلام سنة بعد سنة يعني سنة كستميلها ووين مجنها يا عكاد يا منا ملها ويون السوق يمادو أيو كنق نقنجري حتى إن القبائل منهم قبائل ذاتك كم ذا حتى إن القبائل قبائل كون نبي الله كل مي منهم من قال قاروا حاكم ذا هايري أما أنا لك أن تيأس منا إن النجا قوستو والنجا عجزتو إن يعني ميادن جاد وقت ياد نجا عجزت أو نجا يابتو أو نجا قوستو من طول ما يعرض نفسه انتو نفتي سوء بندق يدير ذادي يعني انتو كسو نقنقن هاي بكيرا ورينا نجا قوستو وقت ياد نجا قوستو ميادن جارين من طول ما يعرض نفسه عليهم حتى أراد الله إلهو الله كدون ما أراد وحول دون بهذا الحي قيس كن من الأنصار كم ذاها فأعرض عليهم الإسلام نبي عليه السلام وحو أبن ديغي بويري وانا عرض فأعرض عليهم الإسلام سيدة الظاهر كان وحو أبن ديغي نبي عليه السلام إسلامك وفاستجابوا ويأجيبين وأسرعوا وينأودك ديغين وآووا نبي ويصادمين ونصروا ويأقرقارين وواسوا ويكالميين فجزاهم الله خيرا الله كخير سيئ أيو يري علي أنصار وحي قيستين كدبنا علي وحيري قدمنا عليهم
وان اني مدينه فنزلنا معهم وان لدقني في منازلهم قريوهودا ولقد تشاح وحي يعني اسو كلا اورتمين اما اي اسو برتمين فينا مهاجرين هدانو نهيانك نوسو برتمين او نوسو كلا بديين حتى ان كانوا وحي اهاين لا يقترعون علينا كوي قري تورتا سيدنا نن أنصارهن نن مهاجروا أهل لها إنه أقري تورن هي المرتدة يدا يعني مرتدة جريدة يدا هي وحسين تيدا قري تور بأسا ميستين إن كانوا لا يقترعون علينا يعني إنه قري تورن هيين ثم كنا وحنا هم بيري علي في أموالهم حول هذانا أحق بها منهم يعني أنك حول هذا كحقني بير هذا إيو تمرت هذا با أنك كحقنا إيجا طيبة بذلك أنفسهم نفتوضنا آد بأرنتا رالي أغا أهيد يعني سكراها أهمين وحنقو سينيني لكن طيبة بذلك أنفسهم نفتوضنا سي رالي كتابي حولو هذا النصيين ثم انت كذبنا بذلوا ويبحيين مهج أنفسهم نفتوض الروح ذا مهج هو الروح ذا نفت نفت الروح ذا دينا ويبحيين دون نبيهم نبيك سكدي سيقو يعني نبيك كد فاعية أي نفتوذين بحيين دون نبيهم صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين يقنع الله ونحرستين كل أنصاري فضلك إليه نوحى وعليمك حديث كن كي يالله أردن شواهد ديسة أحاديث آذو فربضان أو كربك سوال أرورتي وأخرج أبو النعيم أيضا في الدلائل حاتكو قرطان من طريق محمد بن عمر الواقدي عن أم سعد بنت سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنهما قالت وحيتري أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة نبي عليه السلام مكة بوجوغي ما أقام انتو كنا قادي يدعو القبائل إلى الله قبائل كو حق إله يقول يدي فيؤذى مركز الله بجري ويشتم وانا لا افلق هذين جري حتى اراد الله عز وجل الى الهك لدوني بهذا الحي قلدا من الانصار ما اراد من الكرامه كرامتي ولدونا الهي انصار الى اي كتمت فانتهى النبي عليه السلام وغادي فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحو غادي الى نفر جماعات منهم كمذها عند العقبه صدق الميلاد لو تورط هوري حق من حقتا السقر اللي يري هذا أكت هذا أي سوء الجولدين هاي وكل بميل أقل يبو لك المي جماعات عند العقبة وهم يجيو يحلقون رؤوسهم اللي وسوء حجيونا مركز يتميه اسكحيري قلت حير من هم يا أمة راويقنا إسلام تنحو كل أيها السحابي يدا أي أهايين دادك ومالين كان لك المي قالت وحيتر ستة نفر لحقف بيهايين أو سبعة من تضبقف منهم من بني النجار ريب بني النجار ثلاثة صدح باك قجرتك أسعد بن زرارة إيا وابن عفراء الماء عفراء لبوي لولا لا الماء عفراء هو يقول لكم مقعدري ولم تسمي لي مين إيه مقعاب من بقي دكي كلا صدح لمن صدح يكلا مين إيه مقعدب قالت وحيتري فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم نبي قول الله فريستي فدعاهم إلى الله تعالى بأغو ياري فقرأ عليهم القرآن أي كد الأخري إن بدأ نوان صومرني مجالس النبي عليه الصلاة والسلام يقف قول الله فريستي يقولون هذا الكيس قرآن كم مرنين فقرأ عليهم القرآن فاستجابوا ويأجيبين لله ولرسوله أنصارتي ويأجيبين إلهي يا الرسول كيسا فوافوا ويمادين قابل السنة كيكالة وهي العقبة الأولى تاسنا أنصار دافن وحيها بيعة العقبة الأولى ثم كانت نوحا كحكتي العقبة الآخرة بيعة العقبة الثانية أيا كحكتي قلت حنكر اليوم من سعد وكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة نبي عليه السلام انتا إن لاك
أيوم كدقنا ودعودة كوذي أنت لصادر يكذب يعني. قالت حتري أما سمعت ماذا ما قال قول أبي سرمة قيس بن أبي أنس من شاعر بوها. قلت حنكري لا أدري ما قال نك اسمحو يري. فأنشدتني وحي إيتري تحذن قوله هذا الكيسيئها ثوى نبي عليه السلام يعني أقام وحكنا قاذي في قريش قريش بضع عشرة حجة أور إيا طبان سنظات يذكر سقودتك وانين هيا وحقو وانين هيينا لو لاقى بل إن لكل مؤون صديقا قف صديقها الرمية وصاحبه وقرقارة ومواتيا موافقة يعني موافقة ورعا حقيس انت سودوني قف صديقة ومواتيها وموافقة. وذكر الأبيات أبو شيخ كما سيأتي في باب النصرة أبيات نرمسر نوحي نقوم الدنام الشيخ باب النصرة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأخرج أبو النعيم أيضا في الدلائل وحديث دير سنة كيسون وحسن يهي وحيا لبضان يكجران ويدفع إذا بضان كل عدن هي النبي عليه السلام مراحلت صومري كقر سنده حسن بشواهده. عن عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والزهري قال وحيري لما اشتد المشركون مشركين تمركي كؤد كاذين على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مركي آد أردبين لبكين ذي زيادي أيا قال لعمه العباس بن عبد المطلب نبي أديرك بكيري يا عم إن الله إله الناصر دينه دينتي سوء قرقاري بقوم بوء قرقاري يهون عليهم أي أدب يران هيسو رغم قريش قريش لبكاذو تد قريش لبكاذو ونمعنا للاهين أي إله دينتي سوء قرقاري دونا محي لبك قريشو يريسان هيان عزا في ذات الله تعالى يقول ذات ذا إلهي الدين تا إلهي عزك هلأ أفمض بي أدير إيقاد إلى عكاد سوق عكاد إيقاد وفأرني وحادي تستع منازل أحياء العرب عرب بالقلو ينكذي يملها كلا الدقان إتس حتى أدعوهم إلى الله عز وجل بل أنت الحق إلهي ذاتك أقوي يا ريو وأن يمنعوني إيين أي دفاعان ويؤوني أي مغنقليان حتى أبلغ عن الله إلى أن إلهي كقد بيو ما أرسلني به وحيقو صدري بل وهذا كقرشو سيئك شيء بل إيقى إينا قفن هي العرب. قال وحير الراوغي فقال العباس أي ييري يا ابن أخي ويلكي ولا الكيد لا يوم امضي إلى عكاد عكاد إنكي فأنا ماض معك وانكو راعيا حتى أدلك إلى أن كاتسو على منازل الأحياء قلوينكم إلهي كالدك دقينيهين. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبقو حكم اللابي بثقيف ريثقيف وحق طائف كي من جري ثم استقرأ القبائل نبقو عليه السلام قلوينك أيو قلو قلو يعني استقرأ تتابع آد من نبقو قلوينك أقول نغ نغضي في سنته سنة كأيضا قلو قلو أقول تغي ثم استقرأ القبائل قلوينك بقلو قلو أقول تغي في سنته سنة كاس. فلما كان العام المقبل كل كي سنة كي لباد أي هيد وذلك وقت قاسنا حين أمر الله تعالى مركو الله أمر بأهيد أن يعلن الدعاء إنه الله إنه إعلامية دعوة لقي ستة نفر لحقف بالله كل مي الخزرجيين ري خزرجيين يوال أوسيين ري أوسي ري خزرج مكاكوبناين أسعد بن زرارة رقي بكوترين أسعد بن زرارة والنبي يقول لحينين أولا كل مي أيو كوترين هالكن وحير أسعد بن زرارة يو أبو الهيثم بن تيهان التيهان وأبو الهيثم بن تيهان يو عبد الله بن الرواحة يو سعد بن الربيع يو النعمان بن حارثة يو عبادة بن الصامت انتاس ايو لكل مي نبي عليه السلام واللحذي قف اهريي
marka kitaabkani waa kitaab taariikh ah waa kitaab siira ah waliba mujallad kan koobaad wuxuu ku sii kala cadcadeyn nolosha nabiga calayhi salaam oo tafsiil aha intii umma ka degana marka mujalladkan qofkii si fiican u fahma ee si fiican da usoo muraajaceeya ku koobsan inuu dhegaysi oo keliya ee dhegaysiga de muraajacaya rasoo raacasha ay u raaciso cilmi aada u weyn baad ka heli bal waxaan oran karaa siirada nabiga calayhi salaam 10 kii sano amase 12 kii sano uu joogay maka wax yar baa ku dhaafaya qaala falaqiyahum nabiyu sallallahu alayhi wasallam nabiga kula kulmay lixdaa qof fi ayaami mina cinda jamrati alcaqaba ayuu kula kulmay jamrati alcaqaba leylan weliba hameen buu lixdaa kula kulmay fajalasa ilayhim nabigu la fadhiistay calayhi salaam waa miftaaxii u horeeyey iyo farajkii u horeeyey oo ilaahay nabigiisa siiyabayna ahayd فجلس إليهم فدعاهم إلى الله تعالى حق إلهي بغي يري ولعبادته إيا والموازرة إن أقرقارا على الدين الذي دين تسو بعث به وألا كصدر أنبياءه أنبياء ديسي إيا ورسوله رسوشيسي فسألوه نبقى وحي ويديين واللحقف أن يعرض عليهم إن أبندقوا ما أوحي إليه وحي بلوس وحيوذي فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة إبراهيم وأنا تيان شيغن انت سجران سومرني مجالس النبي ينون القرآن كمان انت وحي كتوسي انا ضد القرآن كعلاقة للي ذا هاي وضع علان كقرآن كإذن كرد حيسو يعني علاقة وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا تاسو كدو الأخرية سورة داس إلى آخر السورة تقريبا وراقد لببق محي المركو قرآن كنبي كدو الأخرى عليه السلام فرق القوم رقب خشوعي وجلعي وأخبتوا وين التواضعين حين سمعوا مركي مقلين قرآن كا وأجابوه وين أجيبين واللحدي قف فمر العباس بن عبد المطلب بصومري وهو النبي يتكلم هذيا ويكلمونه يقون إلى هذيا فعرف صوت النبي صلى الله عليه وسلم نبي عود كيسيب عباس قرتي فقال وحير يا ابن أخي ولالك ويل كيسيو من هؤلاء الذين عندك دتك كل جوغ يا كل شكيسني وأيو قال وحير يا عم سكان يثرب وريم مدينة الأوس والخزرج قد دعوتهم وان أياري إلى ما دعوت إليه وحان أياري من قبلهم كوي كهر يوم من الأحياء قلوي كيئها لكن أوسي خزرجتني فأجابوني وي أجيبين وصدقوني وين إرميين والنفس كي أهر يي وصدح يطمسنا كدب نبي محمد نفس عليه السلام وذكروا حيوشيغا أنهم qolyahani yukhrijunani inay isaari doonaan ay iqaadan doonaan ilaa bilaadihim dhulkooda qolku nabigu intaa cabaas u sheegay ayaa fanajal al-cabaas baa soo degay ibn cabdilmutalib hashii uu saarnaa ayuu ka soo degay wa caqala wuxuuna dabraday raaxilatow hashii uu saarnaana de meel buu ku xidhay uma qaala lahum intuu u yimid ansaartii buu ku yidhi yaa macshara al-awsi waalkhasraj haada ibnu akhi war walaalkay baa ninkan dhalay wa huwa axabu nnaasi ilaya waana dadka kaan ugu jeclahay ee fa in kuntum haddaad tihiin sadaqtumuhu kuwii rumeeyey wa aamantum bihi aad rumayseen wa aradtum aad doonteenna ikhraajahu macakum inaad qaadataan fa innii uriidu waxaan rabaa an aakhuda calaykum inaan idinka qaada mawthiqan cahdi iyo dhaar dhaartaasoo tatma inu bihi nafsi aan ku dego ilaa adeer buu yahay jiidh baa u haya oo walaa takhduluuhu aydan hoojin haynina walaa taguruuhu aydan muxuu yiri walaa aydan degin ha walaa taguruuhu yani aydan siraynin yani walaa taguruuhu aydan degaynin aydan siran yani heshiiskan aydan sir aydan ka wadin iyo bolotig iyo siyaasad fa ina jiiraanakum alyahuud أنصار ذاتهين أما دهراء يثرب جيران كنا ذلك ينادقن هو يهود واليهود له يهودنا نبغا عدو بيئيهين ولا آمن ما آمن يمكرهم عليه إن خيانة أردغا نانو كما آمن قبو
فقال أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه يعني هذا المهم جدا أيو صوضا وضيابا يسو مستوها انتا لأك إنو هل جلسكو قاري تاوحك توسيس النبي عليه الصلاة والسلام تربية ديسي. فقال أسعد بن زرارة يري وشق عليه قول العباس هذا الكي عباس بوليب صدي حين اتهم عليه مركو كتم سعد يو أصحابه وليه هذا الكي بوليب صدي وسعد بن زرارة يدي جماعات كي وهذا الكي نكيري أنصار انت نضم بيسو دي دارتن موثيق وحيالا هذا الكي بوليب صدي. قال الحير سعد إن أسعد بن زرارة يري يا رسول الله إذا لنا بل نوفسح فلنجيبه أن أجوابنا غير مخشنين أنك أن كلولين هينين بصدرك اللابت هذا يعني اللابت هذا وح كلولين هو عدقرين هي أنكم كهد لينين إنان هذا لنا إذن أن أجوابنا ولا متعرضين لشيء أنكم شينا أبن بحينين مما تكره وأذكر هيسو إلا تصديقا رومين لإجابتنا إياك يعني يا ريتانكي يا إجابتنا كأجيبنا أديك يا وإيمانا بك وحنا كوضع هلكن يعني وحنا نصوّدنا يا وواحد تصيّون رومين تانك روميني يا إجابتنا كأجيبنا يا إيمانك أديك كروميني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أجيبوه غير متهمين غير متهمين يعني إذن كيون دي أفلقادين هينين أمان دي أجيبة المهم هذا كيسي كالجوابة إذن كوكوسي حلاران هينين أمان دي أنتهم هينين. فقال أسعد بن زرارة يري وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه نبي سوقا بلي فقال وحيري يا رسول الله إن لكل دعوة سبيلا دعوك سيجد بيلا ذهي يا طريق يا علامة إن لين وإن شدة دعوك استوحى كده عن طريق إن لين دعوة فضود ودعو كده عن تايلين يردمرن يقبول يا وإن شدة دعوة كلا يكده عن تاي شدة يردباطو يتضحيو. وقد دعوت اليوم ما أنت نوحات كبا أقضي إلى دعوة دعوة متجهمة للناس ما حكوت أنا متجه هذه سماس لونا متجهمة هكذا متجهمة سوسمة للناس يعني دعوت وحات ضدك نوقي يا ديمانتا ضدك أي نعيا يعني كارهة للناس دعوت ضدك أي نعيا متجهمة للناس متوعرة أذقنا عليهم ضدك كو أذق هذا دعوت ضدك أي نعيا ضدك أنا كو أذق أياد ما أنت ضدك وقوي يا دي متجهمة بنات كارهة للناس متوعرة يعني صعبة عليهم. دعوتنا وحدنا وقوي يا دي هذا الكيب ففاهينا يا إميك إلى ترك ديننا إن الدين تيذا كتقنو يا واتباعك على دينك إن الدين تذرع على نقوي يا دي وتلك تاسنا رتبة صعبة وأرن آذو أذك إن الدين تيذي بدلو إن الدين تذرع عنه هذانا فأجبناك إلى ذلك وانكو أجيبني ودعوتنا وحدنا وقويا دي وكلي إلى قطع ما بيننا وبين الناس من الجوار تذكي جارك أنا هين إن الإسقينو وده قال يا مسلم لوكرا بحدنا وقويا دي إيا والأرحام القريب تذكي رحمك الدوائنا نقينو إيا والبعيد كيو فقابو أو وتلك تاسنا رتبة صعبة وأرن أذك لكن هدنا فأجبناك وانكو أجبني إلى ذلك ودعوتنا وحدنا وقويا دي ونحن جماعتنا نكو جماعاتهم في دار عز دار كرامة جوغنا إيا ومنعة دفاعتان دار تسوى لا يطمعون طمعني فيها أحد قفنا أن يترأس علينا إنو مضح نور نغض رجل من غيرنا أنك أنا هين ننكاسو قد أفرده أي فقويين قومه تلكي وأسلمه أعمامه أذيردنا أي ديبين هدنا وتلك رتبة صعبة تاسنا وي أذكتها يبجري إنا ننو عاسم ياشي مضحك النغض. فأجبناك إلى ذلك تانوان يالي وكل هؤلاء الرتب وحا أنصور دافنا ولا أذقنا أما الرتب الدرجات كان صور ولا شيقنين أما خيارات كان صور شيقين مكروهة عند الناس داتكم مجعلة إلا من عزم الله قف إلهي لدوني على رشده هنون كي سموين
qof ilaahay hanuuniyo un baa arrintaa yeeli karaya. waltamasa uu doonayna alkhayra khayr la doonay fii cawaaqibihaa cidhibtiisa dambe, qof ilaahay cidhibtiisa dambe uu khayr la doonaya khaatimadiisa un baa arrintaa yeeli kara. waqad ajabnaaka waan ajiibnay ilaa dalika islaamkaasaan ajiibnay bialsinatinaa baan ku ajiibnay carabkayaga iyo wasuduurina laabahayaga iyo wa aydiinaa gacmahayagaba waan ka ajiibnay iimaanan ayaan ajiibnay iimaan awgii bimaa ji'ta bihi waxaad la timid iyo wa tasdiiqan rumayn bimacrifatin oo ku dhisan macrifo thabatat way sugnaatay iimaankaasi fii quluubina bay ku sugnaatay nubaayicuka calaa dalika arrintaana baycan kugula galaynaa wa nubaayicu rabbana rabbiga iyagana baycan la galaynaa iyo wa rabbaka rabbigaaba yadullaahi gacanta ilaahaybaana fawqa aydiina gacmahaynan ka sarraysa yaani ilaahay baa ina arka wa dimaa'una dhiigaga iyaguna duuna damika dhiigaaga sokodiisaan ku dhimanhaynaa wa aydiina gacmaha iyaguna duuna yadikay ku daadan hayaan namnacuka waan kaa celinhaynaa mimaa namnacu minhu anfusana naftayada waxaan ka celinno wa abnaa'anaa ubadkayagaan ka difaacno iyo wa nisaa'ina cawradayada waxaan ka difaacno dumarkaahana waan kaa difaacaynaa fa in nafi bidalika haddaan ballantaa fulinno faallaahu falillaahi nafi ilaahay baan wax u fulinayoon adimaanan kuu fulinin wa in naqdir haddaan ballantaa jabinnana fabillaahi naqdiru ilaahay baan ballantiisii jabinay wa naxnu bihi ashqiyaa annakuna wa naxnu annaguna bihi qadrigaas ashqiyaa kuwii ku hogay baanu nahay haada asidqu minaa yaa rasuul allah haada waxaanan ku leenahayna asidqu minaa yaa rasuul allah waa run xaggayaga ka ahaatay wallaahu ilaahayna almustacaanu waa kala kaalmaysta buu yidhi uma aqbala cala alcabaas bni cabdilmualib kolkuu inta yari ascad bnu zuraara ayaa cabaas buu eegay faqaala wuxuu yidhi biwajhii buu ku egalo faqaala wuxuu yidhi wa amaa anta ayuha almuctaridu lana ninkan annakana kala dhex galay bilqowli hadalka nagu kala dhex galay duuna nebiyi calayhi salaam ninka rab annaka nebigunana kala dhex galow wallaahu aclam allaana og maa aradta bidalika waxaad uga jeedee dakarta waxaad sheegtay annahu ibna akhiika inuu walaalkaa dhalay wa axabu nnaasi ilaykina uu yahay fa naxnu annaka waxaan kuu sheegaynaa qad qatacna alqariiba ilayna waalbaciida dadkii dhowaa iyo dadkii fogaaba inaan goynay wa dharaxim faamigii inaan goynay awgii taasaan kuu sheegayaa yaani annakaa kaa jecel wa nashhadu waxaan qiraynaa annahu rasuulullaahi inuu rasuul ilaahay yahay allaahu arsalahu min cindih ilaahayna agtiisa inuu ka soo diray baan qiraynaa laysa bikadaabin beenaala ma aha wa annamaa jaa'a bihi waxaanu la yimidna laa yushbihu kalaama albashar dadka hadalkiisa uma eka wa amaa maa dakarta waxaad sheegtay annaka laa tatma'innu ilayna fii amrih inaadan dee ku degaynin ama aadan ku degaynin arrintiisa aan dee baycadan aan la galay xataa taakhuda mawaathiiqana ilaa aad dhaar naga qaado fa haadihi dhaar inaad naga qaado iyo ballani khaslatun waa sifo laa naruddahaa calaa axadin araadahaa lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nin kasta oo dhaar naga dalba si uu u hubsado nabiga calayhi salaatu ullahi wasalaam oo amnigiisa taa cidna kuma celinhayna buu yidhi fakhud maa shi'ta intaa doontana dhaari uma iltafata anana ascad ibnu zuraara wuxuu eegay ila nabiya calayhi salaatu ullahi wasalaamu faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow khud linafsika maa shi'ta naftaada waxaad doonto oo shuruud aha iyo dhaar aha u qaad washtarid lirabbika maa shi'ta waxaad doontana rabbiga yani isna sharad u samee fadakara alxadiid bituli fi baycati musa taati axaadiis baycati fi baycati cala nusrati wa axaadiis lbaabi fi baabi nusrati fi ibtidaai amri alansaar inshaa allahu tacaala. marka taa waxay ku tusaysaa hal jalso oo keliya inuu mustawaha ku gaadho uu iimaankoodu sidaa u dhismo. daliil waxay u tahay nabiga calayhi salaam dacwadu waday quwadday lahayd hal jalso hal fadhi uu la fadhiistay buu mustawaha ummadda ku gaadhsiin jiray salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed.